أثار قرار مجلس النواب بالموافقة على تغيير اسم الهيئة المستقلة للانتخاب بإضافة كلمة الأحزاب على آخرها جدلا بين أعضاء المجلس، ما استدعى إعادة مناقشة القرار خلال جلسة تشريعية. ويأتي المشروع المعدل تنفيذا للتعديلات الدستورية لسنة 2022 والمتضمنة منح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب والموافقة عليها ومتابعة شؤونها وفق الأسباب الموجبة للمشروع. هذا ولم تنجح مطالبات النيابية بإعادة التصويت على مقترح لشطب الأحزاب السياسية المضافة إلى اسم الهيئة للاشتباه بعدم دستورية الإضافة. من جهته رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعيطة قال إن إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الهيئة هو استحقاق تشريعي ينسجم مع التعديلات الدستورية. الهيئة سوف تعد برنامج كامل حول هذا النشأ للمستقبل، بالإضافة أن هناك أصبح هناك وحدة للأحزاب وهناك أمين سجل حسب ما ينص عليه قانون الأحزاب وأيضا قانون الهيئة، وهذه الوحدة سوف تكون مهمتها متابعة عمل الأحزاب وتقديم كل الدعم اللازم لهم. أيضا هناك نظام مالي جديد سوف يكون في تقره الحكومة، وسيأخذ بعين الاعتبار في هذا النظام مقدار عدد الأصوات ومقدار المقاعد التي حصل عليها الأحزاب، بالإضافة إلى تقديم من الممكن يعني أن يكون هناك دعم للحملات الانتخابية لأول مرة عندما يشارك الحزب في الانتخابات. وفي سياق جلسته التشريعية أعاد مجلس النواب مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى إلى مجلس الأعيان، ورفض نواب تعديلات الأعيان التي تتوافق مع ما ورد من الحكومة بما يجعل عملية إعفاء المهن التي تمارس في المنازل من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من قبل أمين عمان بموجب تعليمات وليس وفق القانون كما قره النواب، إضافة إلى إعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وأن يكون منح الإعفاءات والتسهيلات لبعض المهن من قبل مجلس الأمانة جوازيا وليس وجوبيا كما عدله النواب. ورفض النواب التعديل الوارد من الحكومة فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون العقوبات والذي يجيز عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة والإبقاء على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه إذا أمضى 30 سنة وثبت حسن سلوكه. ينضم إلينا عضو اللجنة القانونية النيابية دكتور سليمان الجلاب. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. دعنا نبدأ من قانون الهيئة والجدل الذي حدث على الاسم اليوم، لماذا هذا الجدل ولماذا كل هذا اللغط؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. في الحقيقة تعديلات على قانون الهيئة المستقلة اليوم كانت استكمال للتعديلات الدستورية اللي ألحقت الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، وكان لابد من إجراء هذا التعديل بهذا الاتجاه بحيث ينسجم قانون الهيئة المستقلة للانتخاب مع الدستور، لأنه كانت المرجعية وزارة الشؤون السياسية والآن المرجعية للأحزاب هي الهيئة المستقلة، ولكن طبعا يكون هذا التعديل. بالنسبة للاسم يعني في الحقيقة كان اقتراح من أحد الزملاء أنه مدام الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت مرجعية الأحزاب فكان لابد من أنه الذهاب نحو تسمية الهيئة بالهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية. فالحقيقة المشروع الأصلي حتى المقرر من قبل اللجنة القانونية لا يحتوي على هذا التعديل، لكن التعديل اليوم صباح اليوم كان بناء على اقتراح من بعض النواب، وفي الحقيقة هذا الاقتراح نجح وتم تعديل اسم الهيئة
الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية، وبانتظار رأي الأعيان في هذا الاتجاه. نعم، يعني إضافة الاسم أو حذف الاسم لا تغير من طبيعة عمل الهيئة. أكيد أو أخي العزيز، طبيعة عمل الهيئة المستقلة يحددها قانونها والدستور وليس الاسم. ولماذا تم الحديث عن شبهة مثلا خلل دستوري؟ أخي العزيز، يعني ما ورد في الدستور هو الهيئة المستقلة للانتخاب، والإضافة التي تمت صباح هذا اليوم أن يكون اسم الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية، حقيقة لا يغير من الأمر شيئا، لأن اختصاصات الهيئة محددة بالدستور وبقانونها، وبالتالي الاسم لن يكون له أي تأثير على اختصاصات الهيئة المستقلة للانتخاب. نعم، يعني أيضا اليوم تحت القبة كان هناك إعادة من قبل مجلس النواب لرخص المهن داخل أمانة عمان، لماذا تم هذا الأمر؟ ما هي الملاحظات التي يراها النواب بأن الأعيان أخطأ حينما أعادها إلى نصها الأصلي؟ أخي العزيز، كان رأي مجلس النواب عندما عرض هذا القانون أول مرة على مجلس النواب ألا تكون هناك صلاحيات كثيرة لأمين عمان في الإعفاء، سواء الإعفاء الكلي أو الجزئي، وذهب بهذا الاتجاه، سيما وأنه أمين عمان غير منتخب. لكن كان رأي الأعيان أنه لازم تعطى هذه الصلاحيات لأمين عمان. اليوم بالحقيقة تم الإصرار على رأي مجلس النواب السابق في هذا الخصوص. شكرا جزيلا لك عضو اللجنة القانونية النيابية دكتور سليمان الجلب.